رسمياً اليوم سيتم بيع السجائر بأسعارها الجديدة، والأزمة المفتعلة منذ أيام سببها الرئيسي هما التجار وحملات رقابية عديدة في الأسواق لضبط الأسعار. تفاصيل جديدة عن ملف زيادة أسعار السجائر في تغطيتنا. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، والذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المسخن والسائل، والتي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر. وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان أن الشركة أعلنت الأسعار الجديدة، ومن اليوم سيتم بيع السجائر بتلك الأسعار، منوها بأن الزيادة ستكون طفيفة ولا تقارن بالمتوقع. وأضاف أمان أن السجائر متوفرة بشكل يومي، ونوفر الحصص اليومية للأسواق، متابعاً سنقوم بتوزيع السجائر في منافذ جديدة، وأوضح أن الرقابة على الأسعار في كافة الأماكن مستمرة، لأن زيادة الأسعار في الخارج غير مبررة على الإطلاق، ولا يمكن أن يتم بيع السجائر بتلك الأسعار. وتابع أيضاً أن التجار بيخزنوا السجائر ويرفعوا السعر، والزيادة غير مبررة على الإطلاق، ونحذر الجميع من رفع الأسعار. وبدأ تطبيق زيادة أسعار السجائر اليوم 9 نوفمبر، حيث قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان برفع أسعار السجائر، وذلك تنفيذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل. وتضمنت التعديلات زيادة ضريبية على القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشاً للشرائح الثلاثة، لتصبح كالتالي: أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهاً بدلاً من 24 جنيهاً، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيهاً وحتى 45 جنيهاً بدلاً من 24 إلى 35، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 45 جنيهاً بدلاً من 35 جنيهاً. كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيهاً بدلاً من 35 جنيهاً، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي. وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء أن شركات السجائر تعمل على اعتماد قوائم الأسعار الجديدة لمنتجاتها بعد صدور قانون التعديل الضريبي رسمياً. وأوضح أن أسعار السجائر مقسمة إلى 3 شرائح، إذ سيكون سعر السجائر في الشريحة الأولى بحد أقصى 31 جنيهاً، وهي سجائر كيلوباترا ونظيرتها، والتي سيكون سعرها من 24 إلى 31 جنيهاً. وأضاف أن سعر السجائر في الشريحة الثانية ونظيرتها سيكون بحد أقصى 45 جنيهاً، مشيراً إلى أن الشريحة العليا ستبدأ من 45 إلى 65 جنيهاً. وكان قد قام إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان وكشف عن موعد إعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة، وقال إمبابي أن الشركات المنتجة سوف تصدر قوائم الأسعار الجديدة للسجائر حسب الشرائح الثلاث بعد منتصف هذه الليلة. وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أنه سيتم إقرار الأسعار الجديدة، بحيث لا تزيد أسعار كيلوباترا عن 31 جنيهاً والإل إم عن 45 جنيهاً، موضحاً أن الأسعار المقررة من الشركات قد تنخفض بقيمة جنيه عن الحد الأقصى لسقف السعر المقرر تحسباً لتطورات ارتفاع سعر صرف الدولار أو ارتفاع مستلزمات الإنتاج مستقبلاً. وشدد إمبابي على أنه لن يستقيم سوق السجائر في مصر
بدون عكس هرم التوزيع، مشيرا إلى أن التاجر الجشع سيعمد على إخفاء مخزونه من السجائر لرفع أسعارها وزيادة هامش ربحها إلى أكثر من 50% عن الأسعار الرسمية المقررة من الشركات المنتجة، وتبلغ قيمة الزيادة من ضريبة الجدول المطبقة على أسعار منتجات السجائر والتبغ 50 قرشاً، ويبدأ تطبيقها اليوم عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها على مجلس النواب على القانون في جلسة 30 أكتوبر المنقضي، والتي تشمل جميع منتجات السجائر والتبغ بنوعه السائل والمسخن. وبعد تصديق الرئيس السيسي على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر ومنتجاتها والتبغ بنوعية المسخن والسائل التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السجائر وكذلك زيادة أسعار التبغ، وأيضا تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيه بنحو 4.5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها بنحو 7 جنيهات. وبالنسبة للأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية، فتوقع إمبابي أن تكون الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية للدخان مثل كليوباترا والسوبر بوكس للعبوة 20 جنيها، وقد تكون من بين 28 جنيها و 30 جنيها، وذلك من أجل ترك مساحة لزيادة خلال الفترة المقبلة في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تحديد الحد الأقصى لشريحة هذه الأصناف من السجائر عند 31 جنيه. وأشار إلى أن الشركات ترفع الإنتاج مع زيادة الأسعار المتوقعة، بما يسهم في حل أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ في السوق الرسمية، لأن المستويات الجديدة للأسعار ستمكن الشركات من تغطية تكاليف الإنتاج، إضافة إلى أن خلال الأيام القليلة القادمة سوف تشهد أسعار السجائر زيادة بسبب صدور القانون الذي كان نسعى له منذ 4 أشهر. مشاهدينا، إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقع صدى البلد الإخباري. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.